الله عليك يا سياخ. رجعنا للدجاج المشوي. شوف سياخ شوايب سوى نقلة. شوف 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 تعالي نقلة نوعية. ناخذ إدام البطاطس. لا انا ما تعودت عليك كده. امسك الادام وكبه كله فوق العادة. ايوه اضرب بالخمس، ما في شوكه وسكينه وملعقه عندنا نحن. روح. اختفت الدجاجه. روح انت بس تبي تمسحني صح؟ بالضبط. اسمع بفكر نضيف صوص لبن، ايش رايك؟ ليه؟ انا احب اكل لبن مع الرز. طب انا معاك بس انا بضيف لبن، ايش رايك؟ يا حبيبي بضيف لبن. ابى اضيف لبن. ضيف. خلاص بين اسبوعين ثلاثة أربعة تسعة شهور ننزلها في بس لذيذ. اضرب. اسمع هذا الرز ولا الثاني؟ والله ما ماني عارف الفرق، الإدام مرة لذيذ. شوف ما شاء الله. البوستن اوف الساعة قاعدة تكمل، أصلية صح؟ الساعة من وين؟ خلص يا خوي.